لهيطة، برحب بيك واهلا بيك ووحشنا والله. الله يخليك. طيب اخبارك ايه؟ ربنا يخليكم بالتوفيق، وان شاء الله دايما كده يعني حاجه مشرفه لاي مكان بتشتغل فيه، واعتقد تنظيم رائع لمعسكر منتخبنا الوطني، جديه كبيره جدا، انضمام محمد صلاح بعد كلام كتير ومش عايز اخوض في اي تفاصيل حاجه شخصيه تخص اي لعيب، لا نتدخل في الشخصيات او الحاجات الشخصيه، لكن اكيد عندك يعني كلام كتير جدا تطمن بيه كل جماهير الكره المصريه اللي ما عندهاش كلام دلوقتي الا عن منتخبنا الوطني. لا تمام يا مهيب، بجد يعني هو معسكر مهم جدا، معسكر اعداد لبطوله افريقيا المقامه في مصر اول مره 24 فريق، فطبعا بطوله مهمه جدا. المعسكر 10 ايام يعني، تمام، بيقول لك انه 10 ايام من يوم 6 دخلنا 6/6، وان شاء الله متواجدين لغايه يوم 17/6، نتوجه على القاهره مباشره من معسكر برج العرب. كان في مباراه مع تنزانيا، تمام، والحمد لله مستر جيري من اول يوم كان متفق ان هو الجهاز الفني انه عنده 23 لاعب، يحاول برضه ان يكون المجموعه كلها يقدر يشترك في المباراتين، فبالتالي يقدر يقف على قوام النهائي ان شاء الله في مباراه زيمبابوي. محدش واخد باله ان اول مره المجموعه دي تلعب مع بعض، ماتش تنزانيا يعني اول مره وليد سليمان يلعب مع عبد الله السعيد، يلعب مع طبعا دونجا، طبعا مع محمود علاء، المجموعه دي ما لعبتش مع بعض. بالضبط، فانه يمكن المباراه الثانيه برضه هيكون في يعني مباراه ثانيه اقوى طبعا من الناحيه الفنيه، طبعا منتخب غينيا يعني من الفرق الكويسه، من الفرق اللي في المستوى الثاني، فبالتالي ان شاء الله يكون في مباراه قويه ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله. المهم طمنا على مباراة يعني غينيا، مباراة مهمة، مباراة فيها واحد من نجوم غينيا بيلعب بجوار نجمنا محمد صلاح نبي كيتا، وأكيد هتبقى مباراة آخر المحطات، هل الهدف منها هو الاطمئنان أيضا على بعض اللعيبة، ولا ممكن يبقى فيها ملامح بقى تشكيلة منتخبنا الوطني يوم الجمعة القادم أمام زيمبابوي؟ لا هي مباراة مهمة طبعا، لكن يعني طبعا أنت عارف إن في يعني المباراة الأولى كان في بعض العناصر مشاركة، المباراة الثانية هتكون برضه العناصر الثانية الأخرى مشاركة، مش معناها إن هي المباراة الثانية هي اللي هتكون يعني الأغلب العناصر هيكون متشارك في مواد، لا خالص، هو مستر جاري بس بيشوف القوام كامل في ال 23 لاعب عشان يكون في بس استعداد جامد إن شاء الله أول مباراة 21 مع زيمبابوي. تمام.